عمر مطلعنا ليه يا عمر من البيت؟ مفاجأة يا بير، مفاجأة 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 ايه يا عمر؟ انا رايح اشتري بقرة. بقرة؟ ايه ده؟ دي المفاجأة اللي انت تعملها لي؟ رايح تشتري بقرة؟ ايوه يا عبير، انا رايح اشتري بقرة يا عبير، علشان البقرة دي هتكفينا السنة كلها. ليه يا عمر؟ ليه؟ ايه ده يا عبير، هو انت مش عايشة معانا ولا مش عايشة معانا؟ ليه يا عمر برضو؟ كان مش فاهمة حاجة يا عبير. اللحمة غالية، فقلت اشتري بقرة ونذبحها وتكفينا السنة كلها. والله فكرة يا عمر، والله انت عبقري وبتعرف تفكر. ايوه يا عبير، يلا بسرعة يا عبير، اركبي العربية عشان نروح نشتري البقرة دي قبل ما تتباع. حاضر يا عمر. كلكم ركبتوا؟ اي يا عمر، كلنا ركبنا. يلا يا عمر امشي بالعربية. حاضر حاضر يا عبير. يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، انا النهارده ما بعتش حاجه كده ليه؟ البقر كله واقف على حلو كده ليه؟ يلا يا جماعه للبيع للبيع، اللي عاوز بقر يجي يشتري مني، انا ببيع ارخص من السوق. ازيك يا استاذ ابراهيم، عامل ايه؟ الحمد لله يا استاذ عمر، انت ازيك واخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. فين البقرة اللي انت قلت لي عليها؟ حاضر حاضر، تعال معايا بس يا استاذ عمر وانا هجيب لك بقرة جميلة قوي. ماشي يا استاذ ابراهيم، البقر دول مش قد المقام برضو، انا جايب لك بقرة حلوة قوي 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 يا استاذ عمر وهتعجبك جدا. ماشي يا استاذ ابراهيم، تعال بينا يلا علشان نروح نشوف البقرة دي. يلا بينا يا استاذ عمر. ايه رأيك يا استاذ عمر في البقرة دي؟ حلوة قوي قوي يا استاذ ابراهيم، بجد عجبتني. تسلم ايدي، انا جايبلك بقرة جميلة جدا والله العظيم يا استاذ عمر. لو تعرف البقرة دي بكام بجد هتبوسني وتقولي انت احلى واحد بيبيع في السوق ده كله كله كله. ليه؟ بكام يا استاذ ابراهيم؟ ارمي كده مبلغ كده يا استاذ عمر كده من مخك، يعني قول كده 50,000 جنيه. لا لا لا، اقل اقل. يعني كام؟ انا مش عارف يا استاذ عمر. البقرة دي ب10,000 جنيه بس. ب10,000 جنيه بس؟ ايوه يا استاذ عمر، عشان البقرة دي اغلى بقرة عندي واحلى بقرة ولحمتها جميلة جدا جدا بس رخيصة قوي. ما انا بقولك دي احلى بقرة، افهم يا استاذ عمر، انت جاي لواحد تاجر وفاهم. ماشي ماشي، هنشتريها. يلا نتوكل على الله. يلا بينا عشان نكتب الحساب وناخد الفلوس، وهنجيب العيال يجيب البقرة يوصلها لك لغاية البيت. حاضر يلا بينا يا استاذ ابراهيم. اخيرا ان انا زحت البقرة المعفنة دي، ده كانت عاملالي مشاكل كتير كتير، وكان كل اللي ياخدها يجيبالي تاني بعد ساعة ويقولي خد البقرة بتاعتك الوحشة دي. يا رب الأستاذ عمر ما ياخد باله ان البقرة دي فيها حاجة ويلبس هو الموضوع. مهم اللي انا بعتها وخلاص واستريحت من البقرة ديت. بجد يا عمر انا مبسوطة بالبقرة دي. وانا يا عبير، تخيلي يا عبير ان البقرة دي طلعت رخيصة جدا جدا، انا مش كنت اتوقع انها تكون من مبلغ دوت يا عبير. والله العظيم ولا انا يا عمر بجد، بس انا اصطدمت فيها. ايوه يا عبير وانا كمان. هي فين البقرة يا عمر؟ الناس بيجيبوها يا عبير وهتيجي على هنا وهحطها على طول في الجراج. هجيب الجزار يا عبير ونروح نذبح. يا ليت يا عمر، ياه اخيرا هاكل لحمه، ده اللحمه كانت غاليه قوي، كنت بجيب الكيلو ب500 جنيه. ايوه يا عبير، علشان كده يا عبير قلت لازم ان احنا نروح نشتري بقره تكفينا السنه كلها يا عبير. احلى حاجه يا عمر، بجد يا عمر بتعجبني تفكيرك. ايه ده يا عمر، الحق يا عمر الحق. في ايه يا عبير في ايه؟ البقره يا عمر البقر. مالها البقرة يا عبير؟ داخلة جوه بيتنا. داخلة جوه بيتنا؟ ازاي يا عبير؟ اه يا عمر، شوف يا عمر البقرة داخلة جوه بيتنا. يا نهار ابيض. ايه ده يا نهار ابيض، انت مين اللي مدخلك هنا؟ اطلعي اطلعي، انت المفروض تكوني في الجراج، انت داخلة بيتنا تعملي ايه؟ اطلعي من بيتنا. يا لهوي يا عمر يا لهوي يا عمر، طلع البقرة دي بسرعة يا عمر. حاضر حاضر يا عبير، اهدي بس يا عبير، مش تزعل مش هزعل، ده الحليب عليك الناس يا عمر. يا لهوي، بقيت عايز اتوسخ. ايه ده يا عبير،
وانت خايفه على بيتك انه يتوسخ يا عبير؟ يا عمر يا عمر امسك البقره دي يا عمر. حاضر يا عبير. انت موتراني يا عبير، انا مش عارف اتصرف يا عبير. بسرعه يا عمر عشان خاطري. ايه ده ايه ده، هي البقره راحه فين؟ تلفزيوني تلفزيوني يا لهوي يا لهوي تلفزيوني يا نهار ابيض يا لهوي يا عمر يا بزبط يا عمر. البقره يا عمر كسرت التلفزيون يا عمر. انحلتي يا عمر يا لهوي. التلفزيون دلوقتي هيبقى غالي يا عمر. اهدي يا عبير اهدي بس يا عبير ولا عالزرع. حاضر حاضر يا عبير اهدي بس يا عبير. لا 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 البقرة دي في البيت. لا 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 البقرة دي في البيت يا عمر. اهدي بس يا عبير وصلى على النبي يا عبير. اهدي قاعدة ازاي يا عمر، قاعدة ازاي قاعدة ازاي، والبقرة دي يا عمر هتيجي تخرب بيتي قاعدة ازاي. الحقي يا ماما الحقي. في ايه يا لولي في ايه؟ البقرة يا ماما دخلت جوه، دخلت جوه يا ماما، دخلت المطبخ. يا نهار ابيض مطبخي مطبخي. الحقي يا عمر مطبخي يا عمر. حاضر حاضر يا عبير انا داخل وراها اهو يا عبير. ايه ده ايه ده ايه ده يا بارا، انت رايحه فين يا بارا كده يا بارا؟ سيب التلاجه يا بارا سيب التلاجه. يا نهار ابيض البارا راحت على التلاجه وفتحت التلاجه وبتاكل كل اللي فيه. لو عبير عرفت حطينا عشتي اعمل ايه انا دلوقتي؟ الراجل ضحك عليا الله يسامحه واداني بارا بايظه. يلا بقى لجل استحمى. الله انا بنيت البانيو دوت كله ميه وجميل ولذيذ. ايه ده ايه ده ايه ده، اه يا بطني بطني بتوجعني كده ليه؟ هو انا واكله ايه النهارده؟ اه ده ماما عاملانا محشي وبطني فيه انفاخ. يا لهوي قص قص قص، انا بطني بتوجعني قوي قوي. بس الجد مش مهم، مهم ان انا استحمى من بعد المشوار الطويل اللي احنا كنا فيه المقرف دوت عشان نجيب البقرة، والجو كان حر. الله ياه ايه ده ايه ده، ايه اللي داخل عليا ده؟ الحقولي الحقولي بقرة، البقرة داخل عليا الحقولي. هدي الحقني الحقني يا بابا الحقيني يا ماما. يا لوي دي داخل عليا عايزة تقولي هدي الحقني هدي الحقني. هنعمل ايه يا عمر هنعمل ايه؟ اهدي بس يا عبير اهدي. العيني يا ماما العيني يا بابا. في ايه في ايه يا الينا، في ايه في ايه يا لينا يا حبيبتي، في ايه؟ البقرة يا بابا البقرة. البقرة فين البقرة يا حبيبتي؟ البقرة ولا بس حمام يا ماما يا بابا، دخلت عليا الحمام يا بابا ودخلت على البانيو. تعالي تعالي يلا يا حبيبتي علينا نروح نجيبها. ايه لا 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 انا مش رايحة جايباها. يلا يا عبير يلا يا عبير بسرعة يا عبير عشان نروح نضبطها يا عبير. يلا يا عمر يلا كده تمام يا عبير، انا كده ربطتها هروح اجيب بقى الجزار ونيجي نذبحها. يلا يا عمر بسرعه يا عمر احنا ما تفلت مننا. حاضر حاضر يا عبير. انا خايفه قوي يا ماما على بابا يا ماما، ان البقره النوت دي تعمل فيه حاجه يا ماما. لا يا حبيبتي مش تخافي، بابا بخير هيذبحوا البقره دي وناكلها يا حبايبي. لا يا ماما انا خايفه، خلي بابا يجي بقى. حاضر يا حبيبتي. هي يا عمر عملت ايه؟ الجزار خلص لنا من البقرة الشريرة دي، الراجل ده ضحك عليا. حاضر يا استاذ ابراهيم بس ما اروح لك بس. الحمد لله يا عبير مش تخاف. الحمد لله يا عمر، يعني في لحمة في البيت اخيرا هناكل لحمة. ايوه ايوه يا عبير. حباب الحلوين عجبكم بقى الفيديو بتاعنا؟ ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب لقناة لولي لولي سلامة عشان يوصل لكم كل جديد لقناة لولي سلامة. يلا باي 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 باي.